البروفيسور يوسف القاسمي الإطار بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. هذا الموضوع موضوع القيم وسؤال القيم هو في الحقيقة موضوع الساعة، وهو من المواضيع التي شرف المركز لإثارتها ولإثارة النقاش حولها لكي نصل إلى نتيجة مفادها أننا الآن نعيش معركة مع القيم وفي القيم ولأجل القيم. لن أطيل في هذه المقدمة لكي أطرح السؤال. سؤالي للأستاذين الفاضلين الدكتور سي محمد طونيو والدكتور سي محمد أنصاري، اللذان عرجا على المستوى أو التعريف اللغوي للقيم، يعني بشكل مقتضى إلى التعريف الاصطلاحي. وأنا أرى أن ضبط المصطلح هو أساس صيانة المعرفة، والمصطلحات أبواب الشريعة كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله، ولا يدخل البيت إلا من بابه. لذلك يجب أن نضبط هذا المصطلح قيمة والقيم لغة المصطلح. والإمام الجرجاني في كتابه التعريفات يعرف المصطلح بأنه هو اتفاق قوم على إخراج المصطلح أو اللفظ من المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد منه. فضبط المصطلح مهم، يعني مفهوم القيمة لغة لكي نصل إلى ما يسمى هل هو مشترك اللفظي، هل هو يعني أخرج من معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي، هل للمعاني اللغوية أثر في الاصطلاح، ولماذا في الشرع نجد مصطلح الأخلاق ولا نجد مصطلح القيم. هذه أسئلة يجب أن نطرحها. السؤال الثاني، جاء على لسان الدكتور بوذينار أن المؤسسات المتمثلة في الأسرة والمجتمع والمدرسة هي مؤسسات لإعادة إنتاج القيم، هي مؤسسات لاستثمار القيم أفضل في نظري، لأن القيم موجودة، لا تحتاج الأسرة أو المدرسة أو المجتمع أو المحيط إلى إنتاج هذه القيم، هي موجودة. السؤال هو كيف تستثمر الأسرة والمدرسة والمجتمع والمراكز والمؤسسات الثقافية والفرد، كيف يستثمر هذه القيم في إنتاج بيئة نظيفة. ملاحظة أخيرة بالنسبة للمتدخل الذي أثار قضية الرجال والنساء، أقول له هي مسألة تنظيمية فقط. جرت العادة في هذه القاعة أن يكون الرجال على اليمين والنساء على اليسار، وليس لها علاقة بالقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.